أكيد تتسألون عن قصة رائد ورافد والسبب بوصولهم لهذا الحال. نرجع بالأحداث ونعرفكم عليهم. رائد ورافد كل واحد منهم حصل على 10 مليون دينار عراقي من والدهم. رائد فكر بذكاء وقرر يستثمر أمواله بشركة الريادة، أما رافد يحب يدخر أمواله في المنزل. رائد زادت أمواله بعد سنة من الاستثمار وصارت، أما رافد ما قدر يحتفظ بالأموال بسبب الاحتياجات الشهرية للمواد الاستهلاكية وصرف جميع أمواله. لذلك الاستثمار بشركة الريادة أفضل وسيلة لادخار الأموال وتنميتها.